لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، ما زلنا نستكمل مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأثرها في نفس المؤمن. قال جابر رضي الله عنه: حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف رمى من بطن الوادي. رمى النبي صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة الكبرى. في هذا الحديث دليل على أن السنة للحاج إذا دفع من مزدلفة فواصل منى أن يبدأ بجمرة العقبة ولا يفعل شيئا قبلها، قبل رميها، ويكون ذلك قبل نزوله، يعني إذا كان راكبا دابة، وإلا فاليوم لا يمكن للناس أن يركبوا دوابا إلى الجمرة. وفيه أن الرمي بسبع حصيات وأن قدرهن بقدر حصى الخذف، الخذف الذي يرمى به بين الإبهام والسبابة، فهذا الحصى أكبر من الحمصة وأصغر من البندقة كما قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله، يعني قريب من حبة الفول، فإنها أكبر من الحمصة وأقل من البندقة. قال النووي: وهو نحو حبة الباقلاء، اللي هو الفول كما ذكرنا، وينبغي ألا يكون أكبر ولا أصغر، فإن كان أكبر أو أصغر أجزأه بشرط كونها حجرا. انتبه أن الخشب عند الجمهور لا يجزي لأنه لا يسمى حجرا، وينبغي أن تحتاط فلا تأخذ حصى هو عبارة عن أسمنت متجمع، لأنه ليست حصاة حقيقية. وفي الحديث دليل أنه يسن التكبير مع كل حصى وأنه يجب التفريق بين الحصيات فيرميهن واحدة واحدة، فإن رمى السبعة رمية واحدة حسب ذلك كله حصاة واحدة. وموضع الدليل قوله ويكبر مع كل حصاة، فهذا تصريح بأنه رمى كل حصاة وحدها، مع قوله صلى الله عليه وسلم في أحاديث الرمز: خذوا عني مناسككم، يعني هذا الموضع الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه خذوا عني مناسككم، فأمر بالاتباع التام للنبي صلى الله عليه وسلم في المناسك كما أمر بالاتباع في الصلاة، وقال: صلوا كما رأيتوني أصلي. وفي الحديث أن السنة أن يقف الرامي في بطن الوادي حيث تكون منى وعرفات والمزدلفة عن يمينه. ليه منى عن يمينه؟ لأن جمرة العقبة آخر منى كما ذكرنا، منتصف الشاهد هو نهاية منى. دي نقطة مهمة، لأن كثير من الناس يقعدهم في الأماكن اللي بعد الجمرة عشان يقضوا نص الليل في منى. لا، لابد وأن تتجاوز منتصف الشاهد إلى جهة منى لا إلى جهة مكة. المكان ده من بعد نص الشاهد العريض
الشاهد ده ما كانش عليه كده، كان زمان شاهد صغير وحوض يعني قطره ما يتجاوزش 5 متر أو أقل. فهذا الشاهد طبعا ده كان زمان، كان الشاهد الحوض ده كان على شكل نصف دائرة، أما الآن فهو نصف دائرة صحيح بس في أسفل، ولكن الحوض اتوسع وبقى مخروط الشكل بحيث تنزل الحصيات في نفس الموضع القديم الذي رمى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. والأفضل كما ذكرنا أن يرمي من بطن الوادي، يعني من أسفل. والأدوار العليا تجزئ، ولكن من أراد السنة فيرمي من بطن الوادي من الدور الأرضي، وهذا لمن أراد أن يخرج من سوق العرب ثم يأخذ شمالا فيمينا، يعني يمشي من شارع سوق العرب وما أخذ شمالا قبل جسر الجمرات ثم يمشي يمينا سيخرج على الدور الأرضي. وأما حكم الرمي فالمشروع منه يوم النحر رمي جمرة العقبة لا غير بإجماع المسلمين، وهو أيضا نسب بإجماع المسلمين. قليل من أهل العلم من قال إنه ركن، والأكثر على أنه واجب. والأكثر على أنه إن لم يرميه، إن لم يرمي الجمرة أول يوم جمرة العقبة يقضيها في أيام الرمي. وقال مالك إذا ترك رمي جمرة العقبة حتى فاتت أيام الرمي الثلاثة بعد يوم النحر فسد حده، فلا ينبغي أن نهمل هذه المسألة، لأنه إذا كان هناك خلاف فلا بد أن نحتاط لحجنا، ولا يجوز رميها بأقل من 7 حصيات لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولقوله خذوا عني مناسككم. وأما الأثر القلبي في هذا المعنى فينبغي على العبد أن يستحضر في رميه حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: الشيطان ترجمون وملة أبيكم إبراهيم تتبعون. والحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، وهو موقوف لكن له حكم الرفع لأنه لا يقال بالرأي. وليس معنى ذلك أن الشيطان يتحول إلى الشخص الذي هو في وسط المر، كما يقوله البعض يقعد يشتم ويرمي بالجزم. لغاية دلوقتي لسه هذه الأشياء الجاهلة تقع من البعض. الحقيقة أننا كيف نرجم الشيطان بطاعة الرحمن؟ لذلك لا نقول أن الشيطان يقف في هذا المكان. نعم قد عرض لإبراهيم عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع المواضع المختلفة الثلاثة في الجمرات ورماه عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال: وملة أبيكم إبراهيم تتبعون، أو ملة أبيكم تتبعون. فالمتبع للشرع يذل الشيطان ويطرده عن نفسه بالتزامه بشرع الله. معنى الرجم الطرد والإبعاد والإهانة والإذلال، وهذا هو المقصود منه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الرمي أن كل حصاة منها تكفر كبيرة من الكبائر، وهو حديث حسن. والتكبير في هذا الموضع استعانة بالله الكبير على كيد الشيطان الحقير وعلى كل من كان من أعوانه، واستشعار العبد صغر العبد وحقارته بالنسبة لعظمة الله الأكبر من كل شيء.
وأنه إنما اختاره الله الكبير الأكبر لكي يأتي لهذا المكان دون غيره من الناس الذين حرموا من هذا النسك، الذين كفروا فلم يرغبوا في الحج، أو الذين عجزوا عن الحج. فأنت قد اختارك الله عز وجل لكي تؤدي هذه العبادة. فتذكر هذا المعنى، وأن الله هو الأكبر من كل شيء وأنت صغير. فيعلم العبد أن شرفه إنما هو بامتثاله أمر الله وبذكره عز وجل والتزام شريعته واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والمسلم حين يفكر في معاني الاستسلام في المناسك كلها يخرج من الحج بحياة جديدة ملؤها الانقياد، فيتجدد إسلامه وإيمانه، فهو يرمي حجرا بحجر ويقبل حجرا آخر وهو الحجر الأسود، أو يشير إليه أو يستلمه ويقبل ما استلمه به، ويطوف بأحجار الكعبة ويستلم حجرا آخر فقط دون تقبيل وهو الركن اليماني. بعض الزنادقة يقول هذه مظاهر الوثنية، كذبوا، إنما هي مظاهر الانقياد والاتباع، لأن المؤمن يوقن أن جميعها أحجار لا تضر ولا تنفع، كما قال عمر رضي الله عنه في الحجر الأسود: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فالذي ينفع هو طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والذي يضر هو مخالفة أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا من أعظم التجديد للإسلام والانقياد والحقائق الإيمانية في قلب العبد المؤمن في هذا الموطن العجيب، وله أثر بلا شك في قلب المؤمن في تعظيم الله وحبه واستحضار عداوة الشيطان، الذي ينسى أكثر الناس أنه عدو، حتى ذكرنا الله بذلك فقال: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وكأن الناس ولو علموا أنه عدو لم يتخذوه عدوا، فأمرنا الله مؤكدا بلزوم اتخاذه عدوا. فعند ذلك مع تكبير الله عز وجل يتجدد الإيمان والإسلام في قلب العبد المؤمن. ومن الواجبات في الرمي أن يقع الحصى في المرمى، الحوض. الحوض ده كان زي ما قلنا كان صغير، ولكن جزى الله خيرا من يعني فكر في هذه الفكرة العظيمة التي يعني أدت إلى منع التدافع. كان يوميا من حوالي نقول 40 سنة مثلا أو أقل أو أكثر قليلا، كان لابد أن يموت ناس تحت الأقدام قبل فكرة توسيع المرمى الحوض وجعله مخروطيا ينزل إلى المكان الذي كان يرمي فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالمهم أنها تقع في الحوض، وهو يعني قد يعني هن يعني وضع بهندسة بأن يكون مع سعته ينزل إلى الموضع الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من جميع الطوابق، ويتدحرج الحجر حتى ينزل في نفس الموضع. وفي قول جابر: رمى من بطن الوادي، استحباب من أسفل الجمرة وليس من فوقها، كما ذكرنا من قبل. والسنة أن يجعل مكة عن يساره ومنى وعرفات ومزدلفة عن يمينه، وليس أن يستقبل القبلة. إن البعض بيقولوا نستقبل مكة
يبقى هيرمي الجمرة من الطرف المدبب بتاعها أول ما يوصل. السنة كما ذكرنا يجعل مكة عن شماله ومنا عن يمينه ويرمي. والسنة في وقت الرمي يوم النحر للرجال من طلوع الشمس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس وهو غيلمة بني عبد المطلب، وقد دفعهم وقد بعثهم في ضعفة أهله، إنه غيلمة دول شباب صغير لم يبلغ بعد يخشى عليه من الزحام، فجعل يلطف أفخاذهم ويقول: أي بني أو أي بني لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس. وأما النساء فالظاهر أنهم يرمين بالليل عند الجمهور من نصف ليلة النحر. وحديث أسماء يدل على أنه بعد غياب القمر. وأما انتهاء الرمي فقد دلت السنة على امتداده إلى المساء. وفي معنى المساء أقوال لأهل العلم، منهم من يقول إلى غروب الشمس، ومنهم من يقول إلى نصف الليل، ومنهم من يقول إلى الفجر. والذي أميل إليه أن كل ذلك يطلق عليه المساء، فالرمي ليلا جائز على الصحيح من أقوال العلماء إلى أن يطلع الفجر. فإذا طلع الفجر فقط هذا اليوم، ويمكن أن يقضيه في الأيام التالية. قال جابر رضي الله تعالى عنه: ثم انصرف صلى الله عليه وآله وسلم إلى المنحر. منحر كان بمنى، فنحر 63 بيده، ثم أعطى عليا ما بقي من 100 وأشركه. وهذا النحر من أفضل أعمال يوم النحر، والنبي صلى الله عليه وسلم ذبح 63 بيده في لحظات. وهذا والله أمر عجيب. الناس يرمون يذبحون اليوم الجمل الواحد في نصف النهار مثلا، وهذا إنما تم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تتسابق إليه الإبل. ليبدأ بها في النحر صلى الله عليه وسلم. هذا والله من أعجب الأمور. كيف هذا الحيوان الأعجمي الذي لا يفقه يتسارع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبدأ بفري أوداجهن؟ في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني، قرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 بدنات أو 6 ينحرهن، فطفقنا يزدلفن إليه أيتهن يبدأ بها، فلما وجبت جنوبها قال كلمة خفية لم أفهمها، فسألت بعض من يليني ما قال، قالوا من شاء، قالوا قال من شاء اقتطع. قال الشوكاني رحمه الله: وفي هذا معجزة ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث تسارع إليه الدواب التي لا تعقل لإراقة دمها تبركا به. فيا لله العجب من هذا النوع الإنساني
كيف يكون هذا النوع البهيمي أهدى من أكثره وأعرف؟ تقرب هذه العجم إليه لإزهاق أرواحها وفري أوداجها، وتتنافس في ذلك وتتسابق إليه. لا حول ولا قوة إلا بالله. مع كونها لا ترجو جنة ولا تخاف نارا، ويبعد ذلك الناطق العاقل، يبعد الإنسان الناطق العاقل عنه صلى الله عليه وسلم، مع كونه ينال بالقرب منه النعيم الآجل والعاجل، ولا يصيبه ضرر في نفس ولا مال. حتى قال قائل منهم مظهرا شدة حرصه على قتل النبي صلى الله عليه وسلم: أين محمد؟ لا نجوت إن نجا. وأراق آخر دمه عندما جرحه في وجهه وكسر ثنيته. فانظر إلى هذا التفاوت الذي يضحك منه إبليس، ولأمر ما كان الكافر شر الدواب عند الله. انتهى من كلام الشوكاني رحمه الله. وإنما نفرت منا الحيوانات لبعدنا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسمته ورحمته وشفقته، وكلما اقتربنا يسر الله لنا أمرنا وأعاننا على التزام كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وسخر لنا ما حولنا من الكائنات تعيننا على هذه الطاعة. قال جابر: ثم انصرف فأعطى فنحر 63 بيده. وقد ذكرنا أن هذا الرقم هو سنوات عمره صلى الله عليه وآله وسلم، وقد كان يكفيه 7 بدنة، ولكنه قرب 100 بدنة، وإن كان أشرك عليا في هديه وأشركه أيضا في الذبح، لأنه قال: ثم أعطى عليا فنحر ما غبر. ثم 37 وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة قطعة لحم فجعلت في قدر فطبخت، فأكل من لحمها وشرب من مرقها. يتعجب الواحد والله، لأن النار اللي عندهم ما هيش قوية جدا، بس الرسول صلى الله عليه وسلم قصد إلى أن يأكل من 100 ناقة قطع، والمرق يشربه، وذلك يؤكد أهمية الأكل للهادي لمن استطاع. فليجتهد الواحد منا في اتباع هذه السنة. ثم قال: ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى الظهر، فصلى بمكة الظهر. يعني الواحد يقول البركة العظيمة في الوقت، يعني 100 ناقة تذبح وتطبخ قطع من لحمها وتنضج، ويأكل الرسول صلى الله عليه وسلم منها ويشرب من المرق، ثم ينتقل إلى مكة على دابته صلى الله عليه وسلم، ويطوف قبل صلاة الظهر ويصلي الظهر بمكة. قال: فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم، فقال: انزعوا بني عبد المطلب، أي انزعوا من زمزم، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. فناولوه دلوا فشرب منهم صلى الله عليه وسلم. فيه استحباب تكثير الهدي، وفيه استحباب تعجيل ذبح الهدايا وإن كانت كثيرة في يوم النحر، ولا يؤخر بعضها إلى أيام التشريق. وهذا يدل، الأكل من الهدي يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من الهدي الواجب، وأن هذا الهدي إذن هدي قربان وشكران، لا هدي جبران ونقص، جبران لتكميل النقص. لأن البعض يزعم
أنه لما جمع بين النسكين في سفرة واحدة أن الرسول كان قارنا وهو نوع من أنواع التمتع، فإنه أكمل هذا بالذبح وليس بصحيح، فإن هذا الهدي هدي شكر لله عز وجل وقربة وليس جبرا لنقص. والطواف يوم النحر أفضل من تأجيله، وإن كان يسوغ تأجيله إلى أيام التشريق، بل ويسوغ ويجوز أن يؤجله إلى آخر ذي الحجة، لأن شهر ذي الحجة هو من أشهر الحج، فجاز أن يؤدى فيه الطواف. وهذا الطواف الذي ذكره الله في قوله وليطوفوا بالبيت العتيق ركن من أركان الحج، لا يصح الحج إلا به، وإن كان وقته يتسع بعد ذلك لمن لم يطف في ذي الحجة إلى آخر عمر الإنسان، إلا أنه لو كان بعذر كنفساء ولدت كأسماء بنت أبي بكر لم يكن عليها دم، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ولكن من أقره عن ذي الحجة بغير عذر كان عليه دم لهذا التأخير. وإن كان الجمهور يرون أن تأخيره عن ذي الحجة لا يلزم به شيء، والصحيح قول مالك في أنه يلزمه دم، لأن كل سنة لا بد وأن يتم الحج في أشهر الحج فيها إلا من عذر كما ذكرنا. ولم يطف النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة، لأنه كان قد طاف بينهما، سعى بينهما عندما قدم مكة وكان قارنا. وعائشة رضي الله عنها لأنها لم تكن طافت ولا سعت عند قدومها مكة، فإنها طافت وسعت يوم النحر، وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم طوافك وسعيك أجزأك عن حجك وعمرتك. ويوم النحر هو أعظم الأيام عند الله، النص الصحيح الصريح في ذلك، فهو على الظاهر أعظم من يوم عرفة، وإن كان يوم عرفة يرى الشيطان فيه ذليلا مدحورا مغلوبا مغموما بسبب كثرة المغفرة والعتق من النيران. ونسأل الله عز وجل أن يبلغنا هذه الأيام العظيمة، هذه الأيام العظيمة يوم عرفة يوم النحر ويوم القر، وهو ثاني يوم العيد أي يوم الأول من أيام التشريق، كما قال عبد الله بن قرط قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. والظاهر أن عرفة واليوم المشهود فهو بعد يوم النحر في الفضل، والله أعلى وأعلم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذبح هديه حلق صلى الله عليه وسلم، وإن لم يذكره جابر في هذا الحديث، لكن ثبت في صحيح مسلم عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق خذ، وأشار إلى جنبه الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه للناس، أي شعره صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمحلقين، قالوا وللمقصرين، قال اللهم اغفر للمحلقين، قالوا وللمقصرين، قالها ثلاثا وفي الثالثة قال وللمقصرين. وأصل هذا التشريع في تفضيل الحلق على التقصير كان في صلح الحديبية، عندما أحصر النبي صلى الله عليه وسلم ومنع من الوصول إلى البيت فتحلل
وذبح هديه وحلق، فكان بعض الصحابة يأمل أن ينسخ الصلح وأن ينزل قرآن يأمرهم بالقتال ويلغي ذلك الصلح، فقصروا أملا في أن يصلوا إلى الكعبة ولو بقتال في هذا العام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المحلقين لم يشكوا. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يبلغنا حج بيته الحرام حجا مبرورا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.